صدارة الهدافين ايضا التي كانت حاضرة لكريستيانو. كرة لدماريا في الجهة اليمنى، البحث عن المرور، مرر في منطقة الجزاء، وصلت الى كريستيانو، جول جول جول! الفرنسي بنزيما مرة اخرى بعبق روائح العطور الفرنسية ينشر الابداع على مستوى الفريق الملكي ويسجل اول اهداف اللقاء مبكرا. كريم يضع الكره في الشباك، ثاني اهداف في الموسم. شوف دي ماريا يصنع فارق كبير. لا وجود التسلل في اللقطه الماضيه، الانذار من الدون، وصلت الى الفرنسي يضع الكره في الشباك ويتقدم الريال على غرناطه هنا في هذا الملعب، ملعب لوس كارمينيس.